بسم الله الرحمن الرحيم. تلاميذة السنة الرابعة متوسط أقدم لكم تمرين فيما يخص جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. انتبهوا مليح. حل جملة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين x زائد 3 y يساوي 7، 5 y ناقص 2 يساوي 3 مضروب في x ناقص 1. إذن أولا ندير ترتيب، رتب الأمور. نجعل المجهولين في الطرف الأيسر والأعداد في الطرف الأيمن. إذن x زائد 3 y يساوي 7، 5 y ناقص 3 x يساوي ناقص 3 زائد 2. أي راكم شفتوا لهنا راني ضربت 3 في الx، كي تولي في الطرف الأيسر تولي ناقص 3 x، والناقص 2 في الطرف ذا تولي زائد 2. إذن زيد نرتب أمور أخرى هكذا، x زائد 3 y هي 7، ندير 3 ناقص 3 x زائد 5 y ناقص 1، لأن ناقص 3 زائد 2 هو ناقص 1، ولكن لهنا وهي الطريقة. طريقة الجمع، نستعمل طريقة الجمع كيفاه؟ عندك نضرب لهنا، نحب نحذف لإكس، ثم ثلاثة غير ثلاثة نضربها في x x زائد 3 y يساوي 7، ولهنا نحفظ هذا عندك. نضرب 3 في الإكس، 3 إكس زائد 9 إيكراك، 3 في 7 21، لهنا ناقص 3 إكس زائد 5 إيكراك ناقص 1. واش ندير لهنا؟ نجمع، جمع لهنا صفر، راك تشوف لهنا 3 إكس ناقص 3 إكس صفر، لهنا 14 y يساوي 20، معناه y يساوي 20 على 14، أي 10 على 7. لا هي 2 في 10 على 2 في 7، لهنا عندي اختزال، نهاية عندي 10 على 7، هذه هي القيمة نتاع y. x بعد التعويض y بتعويض y 10 على 7 في المعادلة
واحد، هاي الموحد، ندير المعادلة معادلة واحد، هاي معادلة واحد، معادلة اثنين، عندنا إكس زائد ثلاثة مضروب في عشرة على سبعة يساوي سبعة، إكس يساوي إذن سبعة ناقص ثلاثين على سبعة، بعد توحيد المقامات تسعة وأربعين على سبعة ناقص ثلاثين على سبعة، تسعة وأربعين ناقص ثلاثين يسمى تسعتاش على سبعة. إذن إكس هي 19 على 7 وهذه النتيجة. إذن الحل، حل الجملة هو الثنائي إكس إيكغيك يساوي 19 على 7 إيكغيك 10 على 7. لهنا كي ضربت ثلاثة وغيرت المعادلة الأولى، معناه الهدف من هذا الضرب هو حذف إكس، حذف الحدود اللي فيها إكس، بيبقى لي إكراك، بل ولي انتهينا.